نحو 100,000 مصل وصلوا باحات المسجد الأقصى لصلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، عدد قليل يعود ربما للظروف الميدانية السائدة وصعوبة الوصول للقدس مع وجود عشرات الحواجز ونقاط التفتيش الإسرائيلية. داخل المعبر بيحملونا في باصات وبنقلونا مسافة بجوز 10 كيلو على معبر آخر، بيعطونا هوياتنا بيقولونا روحوا. فعودنا جربنا كمان مرة والحمد لله ربنا أكرمنا بدنا نصلي في الأقصى بعد 18 سنة من سنة 2000. على حجز قلنديا فشل هؤلاء الشبان بالدخول إلى القدس بعد منعهم من قبل جنود الاحتلال بذريعة صغر سنهم، حيث تسمح إسرائيل لمن هم فوق سن 40 فقط بالصلاة في الأقصى يوم الجمعة. شعار تعبدي المفروض لكل الناس يكون لهم حرية، هسه هيك بتكون يعني أنت يعني منعت كثير من الناس، وهذا يعني مخالف لكل القوانين الدولية. وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت عن سلسلة تسهيلات للفلسطينيين خلال شهر رمضان يراها البعض عقبات في ظل شروط الاحتلال التي تسعى لتحويل حال القدس والاحتلال برمته لأمر واقع مقبول شعبيا. الأمن مقابل التسهيلات، معادلة يحاول الاحتلال فرضها على الفلسطينيين لتفريغ القدس من محتواها السياسي وحصرها في شعيرة دينية يتحكم الاحتلال في تفاصيلها. من حجز قلندي، عبد الحفيظ جعوان، العربية، الأراضي الفلسطينية.